السلام عليكم ورحمه الله. السلام كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديروا التتمه ديال داك التمرين اللي كنا درنا اخر مره. دونك كتذكير على اخر حاجه كنا درناها، هي جدول التغيرات، طابلو دو فارياسيون، اللي هو هذا خرج لنا داك النهار هو هذا. وكنا درنا واحد تقريبا دقيقه ولا تقريبا 30 ثانيه كيفاش كنراجعوا هذا الجدول. هذا كان عندي واحد الخطا هنايا في الصوره ديال جوج، هي صفر ماشي هي ناقص واحد. دونك نكملوا على بركه الله، نشوفوا لي كيسيون اللي كاينين. دونك بالنسبه للسؤال 6 قال لي تكون جي قصور الداله اف على المجال جوج بلس لانفيني. مزيان، دونك قصور الداله اف على المجال جوج بلس لانفيني. رد معايا البال اللي كنا حنا خدامين في الداله، كنا خدامين في المجال واحد بلس لانفيني، يعني واحد بلس لانفيني بحال عاود صغر لي هذاك المجال باش نخدم في المجال جوج بلس لانفيني. مزيان. دونك بالنسبه للسؤال الاول قال لي الف بين ان جي كتقبل داله عكسيه معرفه على المجال جي يتم تحديده. مونتري كو جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك ديفيني سور لانترفال جي كيل فور ديتيرميني. يعني بلا نحددو حنايا نبينو ان هذيك جي كتقبل واحد الداله عكسيه. على بركه الله نبداو التمرين ديالنا. بالنسبه لهاد الداله العكسيه عندنا جوج ديال الشروط، اشنا هما؟ كاين الشرط الاول اللي هو الاتصال، لا كونتينويتي، وكاين الرتابه اللي هي لا مونوتون. الرتابه لا مونوتون. مزيان، دونك نبداو بالنسبه للشرط الاولاني اللي هو الاتصال. اجي معايا شوف معايا هاد الداله، نعاود نكتبها لك هنا. اف دو اكس كتساوي اكس ناقص جوج جذر اكس ناقص واحد. والمجال اللي بدنا نخدم عليه هذه المره اللي هو اي، اللي هو كيساوي من جوج حتى البلس لانفيني، يعني بدي عندي من جوج حتى البلس لانفيني. مزيان، دونك كيفاش غادي نبين ان هذه الداله هذه متصله في هذا المجال؟ الاتصال على مجال شنو كندير؟ كنحاول نشوف هذه الداله هذه واش هي داله حدوديه ولا داله جذريه ولا داله لا جذريه. بالنسبه لهذه الداله هذه مركبه من واحد الداله حدوديه مع واحد الداله لا جذريه. اشنو غادي نديرو؟ غادي نفك كل حاجه بوحدها. دونك غادي نقول لدينا اكس مرتبط بهاد اكس هذه اللي على برا اللي هي الحدوديه متصله على المجال جوج بلس لانفيني حيتاش حدوديه. ولا نقدر نقول اكس متصل على ار وخصوصا على المجال دو بلس لانفيني. عندنا هذه كونتيني continue sur l'intervalle de plus l'infini حتى شي هادي بولينوم. مزيان، دونك ندوزو للشرط الاخر. هنايا رد معايا البال، باش نقول ان هاد الجذر ديال واحد الداله متصله في واحد المجال خاص جوج ديال الشروط. يكون داكشي اللي وصل الجذر يكون متصل في هذا المجال، ها هي الشرط الاول. والشرط الثاني يكون ان هذاك الشيء اللي وصل الجذر يكون موجب في هذا المجال. مزيان، شوف معايا اكس ناقص واحد متصله في المجال جوج بلس لانفيني حيت حدوديه. مزيان، شوف معايا اكس ناقص واحد واش موجبه في المجال جوج بلس لانفيني؟ نعم، حيت اكس ناقص واحد كتنعدل في واحد، يعني الاعداد اللي غادي يكونوا قبل من واحد غادي يكونوا سالبي، يعني هذيك عفوا اكس ناقص واحد تكون سالبه قبل من واحد وبغا تكون موجبه من مورا واحد، وحنا راه بغينا من مورا جوج، يعني هاد اكس ناقص واحد راه متصله وموجبه في هذا المجال. قطعا لدينا اكس مرتبط بهاد اكس ناقص واحد مالها متصله وموجبة على المجال جوج بلس لانفين. جوج بلس لانفين عندنا هادي كونتيني كونتيني اي بوزيتيف في هاد الانترفال دو بلس لانفين سور الانترفال دو بلس لانفين. يعني الى عندنا واحد التعبير متصل وموجب في واحد المجال يمكن ليا نقول طلغة الصين ديالو راه موجبة، ولا ضربناها في جوج راه عدد ثابت ما كيتغيرش. يعني هاد جوج جذر اكس ناقص واحد راه متصلة وموجبة في هاد العدد عفوا في هاد المجال جوج بلس لانفيني. يعني عندنا اكس مرتبط بجوج جذر اكس ناقص واحد متصلة على المجال جوج بلس لانفيني. عندنا هاد الغصين ديال اكس ناقص واحد continue de x ناقص واحد et continue sur l'intervalle de plus l'infini. مزيان،
يعني هنايا بحال بنا نخدموا مركب دالتين، دونك عندنا هاد لابارتي الاولى متصله في هذا المجال وهاد لابارتي الثانيه متصله في هذا المجال، يعني بدنا نخدم الخاصيه ديال مجموع دالتين متصلتين على اي. الى عندنا واحد الداله متصله على اي وواحد الداله اخرى متصله على نفس المجال اي، راه المجموع ديالهم راه متصلين على اي. هادشي كنا شفناه في سميتو في الفقره ديال لا كونتينيتي سور لانترفال. دونك هنايا يمكن لينا نقول التعبير هذا كامل اكس مرتبط بx ناقص جوج جذر x ناقص واحد راه متصلة على المجال جوج بلس لانفيني اللي هي f. دونك f اي كونتينيو سور لانترفال دو بلس لانفيني. مزيان، بقى لنا دابا حنايا لا مونوطون الرتابة، ولكن كاين واحد الشرط هنايا بالنسبة للرتابة، خاصها تكون ستريكتومون يعني خاصها تكون قطعا. اجي معايا في جدول التغيرات، فجوج دول التغيرات هو اللي كيعطيك لا مونوطون. حنا شنو بغينا؟ بغينا المجال جوج بلس لانفيني. شوف معايا الداله كيفاش دايره، تزايديه قطعا، يعني عندنا هنا سهم واحد ماشي طالعه وعاود هبطت، لا عندنا سهم واحد ماشي بحال في المجال واحد بلس لانفيني. في المجال واحد بلس لانفيني راه الداله كتغير الرتابه ديالها، كتكون بعد مرات ديك كرواسونت وبعد مرات عاد كتكون كرواسونت، ولكن حنايا بغينا المجال جوج بلس لانفيني، يعني عندنا هنايا في المجال جوج بلس لانفيني اف تزايديه قطعا. دونك هنايا غادي نكتبو اف تزايدية قطعا على المجال جوج بلس لانفيني، اف اي ستريكتومون كرواسون سور لانترفال دو بلس لانفيني. مزيان، دونك هنايا الشروط الاولانية حيدناهم. دونك بينا ان اف متصلة في هذا المجال جوج بلس لافيني، ان اف متصلة في هذا المجال اللي عندها التعبير، وعندنا اف تزايدية قطعا، يعني هذا الشيء هذا كيخليني نقول ان اش يمكن لي نقول ان اف عفوا ان جي تقبل دالة، راه جي هي اف حيت جي قصور دالة اف، جي كتقبل دالة عكسية معرفة على المجال جي. دونك جي ادمي اون فونكسيون، كتعاود ليا نفس الجملة اللي عطاك هنايا، اون فونكسيون ريسيبروك ديفيني سور لانترفال جي معرفة على المجال جي. دونك جي اشنا هو؟ حيت باش نحددو جي، جي اشنا هو؟ كنعرفو ان جي كيساوي اف ديال اي، اف ديال اي ليماج ديال اي، واشنا هو؟ هو جوج بلس لانفيني. دونك جي كتساوي اف ديال لانترفال دو بلس لانفيني. مزيان، حتى لهنايا كلشي غادي على ما يرام. فاش كنبغيو نحسبو ليماج ديال واحد لانترفال ضروري خاصني نعرف هذيك لا فونكسيون كيفاش دايره هنايا، واش تزايديه ولا تناقصيه. حنا راه عندنا الداله تزايديه، يعني هذا الترتيب كيبقى كما هو. دونك اول حاجه كنشوفو لا مونوطون ديال الداله واش نحافظ على الترتيب ولا نقلب، من بعد عاد تنشوف العدد اللي داخل كنحسب ليه يعني الصوره، والعدد اللي خارج كنحسب ليه لا ليميت. دونك هنا عندنا جوج مسدود في المجال بنحسب ليه اف ديال جوج، وهنا هي بلس لانفيني بيان سور محلول غادي نحسب ليه لا ليميت. غادي نحافظ على نفس الرتابه، عفوا نفس الترتيب. دونك اف ديال جوج اكس تنفيغ بلس لانفيني ديال اف دو اكس، مجال محلول والمجال هنا مغلق. مزيان، اف ديال جوج غادي نمشيو نحسبوها في الداله، فين هي الداله؟ ها هي، عوض ليا اكس بجوج. دونك هنا عندنا جوج، هنايا جوج ناقص واحد هي واحد، في جوج هي جوج، جوج ناقص جوج هي صفر. مزيان، دونك هنايا عندنا صفر، وفي بلس لافيني راه لقينا بلس لافيني. دونك هذا هو الانترفال جي. مزيان، دونك هنايا كملنا السؤال الف في السؤال ستة اللي قال ليا بين ان جي كتقبل الدالة العكسية وحدد ليا جي. مزيان، دونك غادي ندوزو سؤال بي، احسب جي موان زان بريم ديال واحد. ها كالكولي جي موان زان بريم ديال واحد، نشوفو هادي كيفاش غادي نحسبوها. جي موان زان بريم ديال واحد، هاي ديال واحد. مزيان،
اشنو كتساوي؟ هذه قاعده، نكتب لك القاعده هي الاولى، نعطيك واحد التذكير للقاعده عاد ديك الساعه ندوز معايا. دونك جي موانز ان بريم ديال اكس اشنا هي؟ هي واحد على جي بريم ديال جي موانز ان ديال اكس. هذه قاعده ديال الاشتقاق في الداله العكسيه، يعني هذا العدد اللي تيكون عندك هنا هو اللي تيكون في الداله العكسيه هنا. يعني عندنا جي بريم جي موانز ان بريم ديال واحد هي اش؟ هي واحد على جي بريم ديال جي موانز ان ديال واحد. هاي دونك كتساوي واحد على جي بريم ديال جي موانز ان ديال واحد. مزيان هاك. يعني هنايا اشنو خاصك تعرف؟ خاصك تعرف جي موانز ان ديال واحد باش تعوضها بالتعبير ديالها وتمشي، يعني تحسب، تكون عندك ديجا حاسب انت يا جي بريم وتحسب فيها التعبير اللي عندك هنايا وتوكل على الله. وهي خرجات يعني السؤال. المشكل اللي عندنا هنايا اشنا هو؟ هو هذيك جي موانز ان، جي موانز ان ديال واحد هي اللي ما معروفاش، ما معروفاش عندنا هاد جي موانز ان. ها اشنو غادي نديرو؟ غادي نمشي نسمي هاد جي موانز ان ديال واحد، غادي نسميها مثلا اكس ولا الفا ولا اي حاجه بغيتي. دونك جي موانز ان ديال واحد تتساوي مثلا اكس. ها دابا حنا كنقلبوا على اشنو هي اكس. مزيان، حنا لقينا اكس بنعوض هنا وتخرج. ها اشنو غادي نديرو هنايا؟ عندنا هنا جي موانز ان. شوف معايا، الى عندك جي موانز ان ديال شي عدد بغيت تعرفوا شحال كيساوي، دخل ليا جي هنايا، دخل ليا جي هنايا ودخل ليا هنا جي وشوف اش بيوقع. دونك جي ديال جي موانز ان ديال واحد تتساوي جي ديال اكس. هاكاك. وقت ما تلاقات لك جي مع جي موانز ان تتمشي بحال الشكل ديال الجدر مع اسيدنا، بحال هكا. وقت ما تلاقات ليا، دخلت ليا جي على جي موانز ان ولا جي موانز ان دخلنا على جي كتمشي. اش بيبقى عندنا؟ بيبقى عندنا واحد. دونك جي ديال اكس كتساوي واحد. اه جي ديال اكس شحال كتساوي؟ هي اف اللي هي اكس ناقص جوج جذر اكس ناقص واحد تتساوي واحد. مزيان. دونك هنايا كنقلبوا على اكس هنايا. تبع معايا شنو غادي دير هنايا، نحاول نكتبها لك فرقه كبيره باش تبان لك. دونك اكس ناقص جوج جذر اكس ناقص واحد تتساوي واحد. هاي تتساوي واحد. انت غرض ديالك اشنو هو؟ هو تلقى اكس من هنايا. شوف معايا هنايا اشنو الحوايج اللي حابسينك؟ حابسينك الجذر. مزيان، الا فكرتي انك تدخل هنا لاوكاري راه هذا الجذر بغيتي تهنى منه، ولكن فاش تنشر هذه المطابقه هما بيعاودي يعني يتزاد، يعني بتحيدو من هنايا بتعاود تردو بلاصه اخرى. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني بيكتالو لي زيكس. انت ما عندكش الغرض ديالك انه يكتالو لي زيكس، لا خاصك تقلل اكس باش تلقى اكس شحال كتساوي، حيت الغرض ديالك هو تلقى اكس كتساوي شي تعبير. علاش؟ حيت هذا التعبير اللي عندك هنايا مثلا عندنا واحد ال اكس كتساوي واحد ال، فين بيجي تعوضو؟ بتعوضو هنا نعم سيدي اللي كتقلب عليه هنا بلاصه هاد جي موانز ان، باش تمشي تحسبو عاوتاني في جي بريم اللي كتكون عندك ديجا عندك وتخرج ليا جي موانز ان بريم ديال واحد. مزيان، يعني الغرض ديالك انت هي اش هنايا؟ هو تقلل لي زيكس ما تكثرهمش، حيتاش الا كثرتيهم ما يمكنش يتحسبوا لك. مزيان، دونك هنايا ما تحاولش ترفع الاوكاري، حيتاش الا رفعتي اوكاري بترفع هاد الطرف هذا اوكاري وهاد الطرف اوكاري، هنايا بطيح في مطابقه هامه بتخلص من الجذر في واحد الحاله ولكن بيعاودي يعني يخرج ليك، ولي زيكس بيكتالو بتولي عندك اكس وكاري بتولي في شحال من حاجه. دونك هنايا ما تفكرش انك دير الاستثناء. مزيان، شوف معايا شي ميثود وحده اخرى. شوف معايا اشنو اللي عندك انت وسط الجذر؟ عندك اكس ناقص واحد. ها واشنو عندك انت هنايا؟ عندك اكس. اش بغيتي دير؟ حاول هذا الشيء اللي وسط الجذر يكون عندك على برا. عندك اكس ناقص واحد، حاول تكون عندك هنا اكس ناقص واحد. الا ما عندكش اكس ناقص واحد خاصك هذاك ناقص واحد، نقص واحد هنايا وعاود نقصه هنايا، ولا زيد واحد هنايا وعاود زيد واحد هنا. يعني فاش كيخصك واحد العدد يمكن لك انك تزيدو وتنقصو في نفس البلاصه ولا تزيدو في الطرفين باش يبقى عندك ليكيليبر. دونك حنا خاصنا ناقص واحد، اشنو غادي نديرو؟ غادي نقصو واحد هنايا ونقصو واحد هنايا. ها هي نعم سي. دونك غادي نديرو اكس بتنقص واحد هنايا، وهذا واحد اللي في الطرف الاخر حتى هو بتنقصو منه واحد. مزيان، يعني نقصنا هنا واحد نقصنا هنا واحد، هاي ناقص جوج
جذر اكس ناقص واحد. مزيان، يلا هاد اكس ناقص واحد اللي كاينه وسط الجذر ياك هي موجبه. اش بغيت ندير؟ بغيت نجي هنايا يمكن ليا ندير لها بحال هكا، الجذر الكل اس اثنان، يعني حتى حاجه ما درتها، دخلت الجذر وفي نفس الوقت اس اثنان هاكا. شوف معايا واحد الطريقه هنايا، واحد الحاجه واش بانت ليك ولا لا. هاد الشيء اللي عندك هنا مضروب في جوج هو اس اثنان، يعني عندك واحد الحاجه اس اثنان ناقص جوج مضروبه في هاد الحاجه. يعني هنا فاش كتفكر في متطابقه هامه، يعني مثلا الا عندك هذا هو ا او كاري ناقص جوج ديال القاعده ديال المتطابقه هامه، اما تكون عندك ناقص جوج ولا تكون عندك زائد جوج. هنا عندك ناقص جوج مزيان، فاش مضروبه؟ مضروبه في ا هايداك، وهاد ا هادي فاش خاصها تكون مضروبه؟ تكون مضروبه فاش؟ في بي. يعني هاد التعبير راه بحال مضروب في واحد، هاي بحال مضروب في واحد، يعني بحال قلت هذاك واحد بينا حنايا. اشنو خاصاني؟ عندنا ا او كاري، عندنا جوج، عندنا ا، عندنا بي، خاصتنا بي او كاري. بي او كاري في هذه الحاله اشنو هو؟ هو هذا واحد، يعني اش خاصني نزيد واحد هنايا ونزيد واحد هنايا. نعاود نكتبها لك باش تبان لك مزيان. دونك جذر اكس ناقص واحد الكل اس اثنان ناقص هي جوج القاعده مضروبه هي في اكس ناقص واحد مضروبه في واحد زائد داك واحد اللي قلنا خاصنا اللي هو بي اس اثنان تتساوي واحد ناقص واحد هي صفر. حنا شحال زدنا هنايا؟ زدنا واحد، نعاودو نزيدو واحد هنايا. علاش؟ باش هاد التعبير كامل اش بيعطيني؟ بيعطيني متطابقه هامه. يلا اشنا هي المتطابقه هامه اللي عندنا؟ الى عندنا جذر ا او كاري ناقص جوج جذر ا في بي زائد بي او كاري هي جذر ا اللي هي اكس ناقص واحد ناقص بي اللي هي اش واحد، مال هادشي الكل اس اثنان. شحال كيساوي هادشي؟ هذا كيساوي واحد، حيت الصفر زائد واحد هي واحد. مزيان، يلا دابا حنا نكملو. عندك الاس اثنان بغيتي تدخل الجذر، يعني اش بيوقع؟ بتمشي لك هذاك الاوكاري مع الواحد، عفوا الاوكاري بتمشي مع الجذر، وهنا بيدخل الجذر. دونك الجذر ديال جذر اكس ناقص واحد ناقص واحد الكل اس اثنان، دخلنا على الجذر، هنا بدنا ندخلو الجذر. مزيان، قلنا حنا الجذر مع الاوكاري تتمشي، هادي قاعدة. مزيان، ولكن هنايا شوف معاك، شوف معايا شكون اللي سبق. واش سبق ليك الاس اثنان بغيتي تخلص منه دخلتي الجذر، ولا العكس ولا عندك الجذر هو اللي سابق ودخل الاس اثنان؟ هنايا اس اثنان كانت سابقه. يعني اش رد معايا البال لهاد القضيه، بغيت نكتب لك هنايا، بغيت نكتب لك واحد التذكير ورد معايا البال مزيان. دائما فاش كنكون كنشرح لك واحد السؤال وفيه مثلا بزاف ديال ليكا كنحاول نشرحه لك. دونك الا عندك جذر اكس وكاري، هنايا وكاري ديال الاكس ماشي ديالهم جوج، اشنو كتساوي هذه؟ كتساوي القيمه المطلقه ديال اكس. ولكن الا كنا درنا جذر اكس، شوف معايا هنا جذر اكس هو اللي سبق الكل اس اثنان، هذه راه كتساوي اكس. عقل على هادو الله يرضي عليك. هنايا سبق الاس اثنان دخلنا الجذر كتساوي القيمه المطلقه، هنايا سبق ليا الجذر دخلت الاس اثنان تبقى هي اكس. يعني هنايا قلنا سبق ليا اش الاس اثنان، يعني هذا اش بيخرج بالقيمه المطلقه هاي. يعني اش ندير القيمه المطلقه ديال جذر اكس ناقص واحد ناقص واحد شحال كتساوي؟ تتساوي واحد. مزيان، حيت جذر واحد هو واحد. وكيفاش كنعرفو حنا القيمة المطلقة؟ ها هي نعم اسيدي، نعاود نقول لك، القيمة المطلقة ديال اكس هي اما اكس ولا ناقص اكس. يعني فيها جوج ديال ليكا، يعني هنا فاش تبغي تحيد القيمة المطلقة راه بيد ديرها كتساوي واحد او ناقص واحد، وتم غادي بجوجهم في نفس الوقت. يلا اجي معايا هنايا، جذر اكس ناقص واحد ناقص واحد تتساوي واحد، ولا جذر اكس ناقص واحد ناقص واحد تتساوي ناقص واحد. مزيان، يلا كمل معايا كل وحده بوحده حتى الاخر، وعادي نقول لك اين هي اللي غادي نختار. دونك هنايا هاد ناقص واحد الى ديناه للجهه الاخرى اش بتولي؟ هي واحد، يعني واحد زائد واحد هي جوج. يعني عندنا جذر اكس
ناقص واحد تتساوي عندنا هي جوج، والاخرى شوف معايا هنايا هاد ناقص واحد بين الجهه الاخرى بيولي زائد زائد واحد، وهنا عندنا ناقص واحد بتمشي هي صفر، يعني جذر اكس ناقص واحد بتساوي لنا صفر. دونك جذر اكس ناقص واحد بتساوي لي صفر. هنايا عندنا الجذر بتندخلوا الاستثناء، يعني سبق لي الجذر بتولي الاوكاري مع الجذر بتمشي، بتبقى عندنا اكس ناقص واحد تتساوي جوج استثناء هي اربعة، اللي هي اكس كتساوي 4 زائد 1 اللي هي 5. ها دونك لقينا اكس كتساوي 5، وهنايا شحال لقينا؟ لقينا اكس كتساوي 1. ها لقيناهم بجوج، اكس كتساوي 1 واكس كتساوي 5. ها هنا هي اللي غادي نختاروا. شوف معايا هنا مزيان المجال اللي خدامين فيه حنايا اشنا هو السؤال هذا، اكس تنتمي لاش؟ المجال اش جوج بلس لانفيني علاش؟ ها هي فين قالها لي، حنا خدامين في هذا السؤال، ولكن ابتداء من السؤال 6 اللي كنا في الاول خدامين في المجال واحد بلس لانفيني، ولكن ابتداء من السؤال 6 دار لي هذيك جي قصور، كنا خدامين في واحد بلس لانفيني ولكن دابا خدنا حنا خدامين في جوج بلس لانفيني. يعني اكس كيفاش دايره هنايا؟ اكس كبر من جوج. ها هو شوف معايا شكون اللي كبر من جوج هنايا، واش اكس كتساوي واحد ولا اكس كتساوي 5؟ بيان سور هذا هو اللي غادي نختار، هذا ما كاينش، حيت اكس كتساوي واحد، واحد ماشي كبر من 5، ماشي كبر من جوج عفوا، يعني اكس كتساوي 5 هي اللي كبر من جوج. يعني اش بينا نرجعوا هنايا؟ نعم اسيدي، جي موان زان ديال واحد شحال كتساوي؟ تتساوي 5. يعني هنايا سهلت عندنا القضية، اشنو غادي نديرو؟ غادي نحيدو هاد جي موان زان ديال واحد، بغيت نعوضها بخمسة، ونمشي نحسبها في المشتقة، مزيان، يلا أجي معايا. دونك نعاود نكتبها ليك هنايا، جي موان زان بخيم ديال واحد تتساوي واحد على جي بخيم ديال جي موان زان ديال واحد. و جي موان زان ديال واحد راح لقيناها هي 5، يعني اش بتولي عندنا القاعدة؟ ها هي بتولي عندنا القاعدة، جي موان زان بخيم ديال واحد كتساوي واحد على جي بخيم ديال 5. هاك حيتاش هاد جي موان زان ديال واحد عطاتنا 5، جي بخيم اللي هي اف بخيم، حيتاش جي قصور الدالة اف، ها هي العام سيدي اف بريم، ياك هي هذه اللي لقيناها يعني في السؤال ديال المشتقه في السؤال 4. مزيان، هنا باش ما نعوضو هاد اكس باش ما نعوضها، بغيت نعوض هاد 5 اللي عندي هنايا باش نحسب. يلا اجي معايا، ها هي خلي معايا هاد جي بريم تماك وشوف معايا، ها انت عندنا اف بريم، اف بريم ديال اكس كتساوي جذر اكس ناقص 1 ناقص 1 على جذر اكس ناقص واحد. حنا اش بغينا؟ بغينا جي بريم ديال 5، قلنا اف راه هي جي، دونك غادي نعوضو اكس بخمسة، دونك اكس ناقص واحد الجذر بيان سور ناقص واحد مقسم على جذر 5 ناقص واحد، دونك 5 ناقص واحد هي 4، جذر 4 هو جوج، جوج ناقص واحد هي واحد. مزيان، نعاود 5 ناقص واحد هي 4، جذر 4 هي جوج، جوج ناقص واحد هي واحد، هاهي كتساوي واحد مقسمة 5 ناقص 1 هي 4، جذر 4 هو 2 هي 1 على 2. مزيان، يعني هاد 1 على 2 باترون بلاصة بلا بلا اش بلاصة جي بخيم ديال 5، يعني بتولي عندنا جي موان زان بخيم ديال 1 تتساوي 1 مقسمة على 1 على 2. وفاش غادي ندير المقلوب بتعطينا هي جوج، يعني جي موان زان بخيم ديال واحد تتساوي 2. هاهي دونك هنايا غادي ندوزو للسؤال 7، حدد جي موان زان ديال اكس لكل اكس من جي، ديتيرميني جي موان زان ديال اكس كيلكو سوا اكس ابارتيان دو جي. مزيان، يلا اجي معايا نشوفو هاد جي موان زان كيفاش غادي نخرجوه. اول حاجه كيلكو سوا اكس ابارتيان ديال جي وكيلكو سوا ايغريك ابارتيان ديال اي، نكتب كل ما جا شحال كيساوي، جي شحال لقينا فيه هو زيرو بلس لانفيني، و اي هو جوج
بلس لانفيني مازال، يعني حاول تكتب المجال اللي عندك نتايا اكس فين كاينه و ايغريك فين كاين مازال. اشنو كيعني ان هادشي اف موان زان ديال اكس كتساوي ايغريك يكافئ ان اف ديال ايغريك راه كتساوي اكس مازال. يلا بينا نمشيو للداله اللي عندنا وبينا نحددو اش الدالة العكسية. هنايا غادي نحيدو اف نرومبلاسيها بجي، حيتاش الجي هي قصور الدالة اف. ما عرفش انا معايا هاد اف اشنو عندي معاها. دونك الجي ديال ايغريك راه كتساوي اكس يكافئ. دونك هادي الجي وكنقلب على ايغريك دابا بدلالة اكس. اجي معايا للدالة هي ايغريك ناقص جوج جذر ايغريك ناقص واحد تساوي اكس. هذه نفس الطريقة اللي خدمنا بها قبيلة اش جي موان زان ديال واحد. بينا نكملو هنا متطابقة هامة هي ايغريك ناقص واحد والجذر اس اثنان بيان سور هنا ما ننساهاش ناقص جوج جذر ايغريك ناقص واحد تساوي اكس ناقص واحد. نقصنا هنا واحد ونقصنا هنا واحد وفي نفس الوقت هذه دخلنا عليها الاس اثنان مزيان. هنا نكمل المتطابقه هامه هنايا مضروبه في واحد بيد نزيد واحد هنايا ونزيد واحد هنايا. فاش بيد نزيد واحد هنا مع عندنا ناقص واحد بغات تمشي اش يبقى عندي غادي بالتكافؤ جذر ايغريك ناقص واحد الكل اس اثنان ناقص جوج جذر ايغريك ناقص واحد زائد واحد تساوي اكس. حيت قلنا بينا نزيد واحد هنايا مع هادي بيمشي مزيان. دونك نكملو هنا بيت نطيح في مطابقة هامة جذر ايكغيك ناقص واحد ناقص واحد الكل اس اثنان تساوي اكس. ها بينا ندخلو هنا الجذر اش سبقا الاس اثنان ها يعني اش بينا نديرو القيمة المطلقة هاكا. دونك القيمة المطلقة ديال جذر ديال ايكغيك ناقص واحد ناقص واحد تساوي اكس جذر اكس. حيتاش هنايا سبقا الاس اثنان بغيت ندخل عليها الجذر بتمشي ولكن بتبقى عندنا القيمه المطلقه. دونك هنايا جذر اكس وهاد اكس هادي راه خدامين حنايا في المجال زيرو بلس لانفيني يعني ماشي مشكله دخلنا عليها الجذر. هنايا كيف سبق لنا قلنا يعني في السؤال اللي قبل القيمه المطلقه ديال واحد التعبير راه كتساوي اما هو نيت ولا الناقص ديالو على حساب هذا التعبير اللي عندك هنايا. كيفاش داير واش موجب بيتحيد القيمه المطلقه الا كان سالب بيدير واحد ناقص هنايا قبل من جذر اكس مزيان. هنا اشنو خاصك تعرف خاصك تعرف هذا التعبير كيفاش داير واش موجب ولا سالب. ها هنايا اشنو عندنا هنا عندنا ايغريك ها ايغريك فين تينتمي للمجال اي اللي هو جوج بلس لانفين. يعني اش بتمشي دير بتمشي تاثر هذا التعبير هذا واش بتلقاه موجب باش تحيد القيمه المطلقه وتخدم عادي لقيتي سالب بتحط واحد ناقص قبل هذا الجذر اكس مزيان. اجي معايا ناثر هذاك التعبير اللي كاين وسط الجذر عفوا اللي كاين وسط القيمه المطلقه ونكتبو لك هنا عندنا هنايا جذر ايغريك ناقص واحد ناقص واحد هذا هو اللي بغيت ندير ليه اش تاثير. اشنو عندنا هنايا ايغريك تنتمي للمجال جوج بلس لانفيني مزيان. يلا رد معايا البال مزيان كيفاش غادي نديرو ناثرو هاد التعبير هذا باش بغيت نعرفو واش غادي يخرج موجب ولا سالب. ايغريك تنتمي للمجال جوج بلس لانفيني اشنو كيعني ان ايغريك كبر او يساوي جوج مزيان. ايغريك بغيت نقص منها واحد نقص هنا واحد ونقص هنا واحد يعني بغاتك ايغريك ناقص واحد كبر من جوج ناقص واحد هي واحد مزيان. لصق ليها الجذر جذر ديال ايغريك ناقص واحد كبر من جذر واحد هي واحد مزيان. نقص واحد هنا نقص واحد هنا ونقص واحد هنا هي جذر ايغريك ناقص واحد ناقص واحد اكبر او يساوي واحد ناقص واحد هي صفر. يعني هذا الشيء كيفاش لقيناه موجب. ها يعني بغيت نجي هنايا وبيتكمل لي العمل سيدي بتحيد القيمه المطلقه وتخدم عادي. دونك جذر ايغريك ناقص واحد ناقص واحد تساوي جذر اكس. دوز ليا واحد الجهه اخرى هي جذر ايغريك ناقص واحد تساوي جذر اكس زائد واحد. ها هنا حبسني الجذر سبق الجذر ماشي سبق اس اثنان. فاش كتكون سبق اس اثنان وكتبغي تدخل الجذر
ما تقول ليش الجذر كيمشي مع اس اثنان. لا، اذا كان سابق لك الاس اثنان حيد الاس اثنان وعوضها بالقيمه المطلقه. اما اذا كان سابق لك الجذر ودخلتي اس اثنان ماشي مشكل. دونك ما ندخل هنا اس اثنان وندخل هنا اس اثنان، بتعطينا هي ايكغيك ناقص واحد تساوي هذا الشيء اللي هنايا اس اثنان. دونك ايكغيك كتساوي هذا التعبير بديت تزيد واحد. ها هي نعاود نكملها هنايا. دونك هنايا غادي نخرجوا اش ايكغيك ايكغيك تساوي جذر اكس زائد واحد. هاهي الامام سيدي، قلنا هنايا اس اثنان هاهي كاينه هنايا، قلنا ان هاد ناقص واحد في الجهه الاخرى بتولي عندنا زائد واحد. يعني هذه هي اش هي جي موان زان ديال اكس تساوي جذر اكس زائد واحد الكل اس اثنان زائد واحد مهما يكون اكس تنتمي للمجال. هذا هو التعبير ديال جي موان زان. يعني من الاول بديناها من هنايا، تمينا غاديين ايطاب باغ ايطاب، وصلنا هنايا ديال القيمه المطلقه. قلت لك فاش تبغي تحيد القيمه المطلقه ضروري تاع التعبير تعرفو واش موجب ولا سالب. مزيان، يعني هنايا كيفاش تخليناها حيدنا القيمه المطلقه وخليناها هي جذر اكس، مشينا اثرنا هذاك التعبير اللي كاين وسط القيمه المطلقه اللي هو هذا، ولقينا انه موجب. يعني اذا كان موجب نحيد القيمه المطلقه ونخدم عادي. يعني حيدناها وخدمنا عادي، تمنا غادي هنايا كنعزلو ايكغيك في بلاصه، وكنتم غادي حتى الاخر لقينا ان جي موان زان ديال اكس هو التعبير ديالها. مزيان، يلا اجي معايا دابا نشوفوا الاسئله اللي بقاو عندي هنايا. السؤال 8، انشئ السي اف. السؤال 8 قال لي انشئ السي اف والسي جي موان زان. ها يعني هنايا بخصني واحد المعلم اللي بيترسم فيه التمثيل المبياني ديال الداله اف، وفي نفس الوقت التمثيل المبياني ديال الداله العكسيه.